السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أشكر جميع الإخوة والأخوات في المشايخ والمغارب، وأسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته والعمل على مرضاته، وأن يجنبنا وإياكم شر شياطين الإنس والجن، اللهم آمين. أريد إن شاء الله تعالى أن أوصل معلومة إلى الجميع. نظرا لكثرة الحالات التي توافد على مركز الروضة المغربية للرقية الشرعية، وبفضل تعالى الاستحسان الذي نلقاه ونلمسه ونسمعه من الجميع، وهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى، فإني قد قررت حتى يعم الخير الجميع أن يصير استقبال الحالات يوميا وبشكل مستمر طيلة الأسبوع، معاذ يوم الجمعة، وذلك ابتداء من بعد صلاة الظهر مباشرة، حيث تكون رقية جماعية إن شاء الله تعالى مخصصة للجميع نساء، أؤكد نساء فقط. لماذا؟ لأن أكثر النساء هن من مبتلين بالأسحار وبالعين والحسد والعشق، ونظرا لكثرة الحالات التي تأتي وتشخص حالتها عندنا بفضل عز وجل، ويتكلم الجن وينطق، وأحتاج إلى رقية لهداية الجن وإسلامه ووعظه، ورقية كذلك لخروجه، وهذا يأخذ مني جهدا ووقتا طويلا، وبهذا لا أستطيع أن ألبي جميع الطلبات وجميع الحالات. ولهذا إن شاء الله تعالى بعد مشورة من مع كثير من الإخوة والأخوات يعني قررت هذا القرار، وقد رضينا الأخوات بهذا بفضل الله عز وجل، وقد استحسنه، لأن الرقية تدوم أكثر من ساعة أو ساعتين، وبهذا يتم فضل عز وجل المطلوب والمقصود، وتكون رقية قوية بفضل الله سبحانه وتعالى. المهم، هدفي من هذه الإشارة وهذه اللمحة أن أبواب المركز الروضة المغربية للرقية الشرعية تكون أكون متواجد طيلة الأسبوع، مع هذا يوم الجمعة إن شاء الله تعالى، مع هذا إذا كان هناك سفر أو اضطرار، يعني بعد الظهر مباشرة المركز مفتوح في وجه الجميع نساء للرقية الجماعية. وأما ما عدا ذلك من حجامة وأدوية فإن في كل مكان تخصصه، يعني هناك أماكن موجودة خاصة بفضل الله عز وجل للحجامة، سواء للعاشق أو للعين أو للسحر، وهناك كذلك أماكن خاصة للأعشاب والزيوت والأدوية والاستفراغات والدهانات وما شبه ذلك. لكن أؤكد وأحب أن أنوه على أمور: الالتزام بالحجاب الشرعي، والالتزام بأخلاق الإسلام، ومساعدة مساعدة أخوات في أمر يعني حسن الاستقبال وحسن المعاملة، لأني ربما الأخوات يفقهن ما أقول، أوقفت الرقية الجماعية مدة نظرا لكثرة الأشياء التي أسمع وأرى، ولهذا أنا أناشد الأخوات ففيهن خير كثير، والحمد لله أنا لا أطعن في أخت، لأن الحمد لله معظم الأخوات عندما يأتين فضل عز وجل نرى عليهن الحجاب وعليهن الأخلاق وحسن المعاملة وحسن الكلام، لكن نحب أن نرتقي إلى الأحسن وإلى الأجمل والأكمل والأفضل بفضل تعالى، لأن نعطي صورة على الإسلام وعلى الدين، نعطي صورة رقراقة مشرقة براقة لامعة على الإسلام وعلى الالتزام بفضل الله تعالى، ونحب أن تبقى هذه الصورة، نحب أن تبقى هذه الصورة بفضل الله جل وعلا. المهم، اعتبروني أخا، واعتبروني معالجا، واعتبروني داعية إلى الله جل وعلا. ندعوكم جميعا إلى أن نكون على قلب رجل واحد وفي طريق محمد صلى الله عليه وسلم، وأن نلتزم بأخلاق الإسلام. الرقية الجماعية بآذابها وأخلاقها، ويعني ما نصب إليه بها، أن نأخذكم إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان، وأن نأخذكم إن شاء الله تعالى إلى التخلص من الجان ومن أعمال الكهان ومن ضرر وحرارة وشر العين والحسد بإذن المولى جل وعلا. نسألكم الدعاء، ونسألكم أن تجعلونا يعني نشارككم دعواتكم في الخلوات وفي السجود إن شاء الله جل وعلا. وقد خصصت رقما للمركز لأن كثرة الاتصالات تحول بيني وبين الإخوة والأخوات، ولعلهم قد رأوا الوقت الطويل الذي أبقى يعني أجيب فيه على الفيسبوك لساعات
ومع ذلك ما ألبي جميع أجيب عن جميع التساؤلات والاستفسارات لأنها كثيرة جدا. ولهذا هذا رقم خاص بالمركز 05 22 01 06 24. أرجو أن يكون الرقم صحيح. صحيح؟ الحمد لله، لأني صراحة ما أحفظه، يعني أعيد عليكم 05 22 01 06 24. هذا بالنسبة لداخل البلد. خارج البلد يضاف المفتاح الدولي 02 12. يعني هذا الرقم يعني خصيصا من أجل ماذا؟ من أجل الاستفسارات، ويعني وحتى يدلوكم على عنوان المركز. في شيء آخر أحب أن أنبه عليه إن شاء الله تعالى، وهو أني كل أسبوع سوف إن شاء الله تعالى يستفيد معنا 2 من خارج المغرب برقية مجانية، مجانية إن شاء الله تعالى، كأنهم معنا في الرقية الجماعية، كأنهم معنا في الرقية الجماعية، وذلك عبر السكايب يعني إن شاء الله تعالى. وحتى هناك امتياز آخر بالنسبة للأخوات اللواتي نعرفهن، بإمكانهن أن يأتين بحاسوب إذا لأن عندنا الويفي، وإذا من أرادت أن تشارك أخت لها في بلد آخر بالرقية التي تكون موجودة معنا، سواء عبر الجوال أو عبر الحاسوب، فإننا نمدها إن شاء الله تعالى بالرمز الويفي خاص بنا، وبالتالي يعني تكون متصلة بالنت، ومن هذا نقدم خدمة مجانية لمساعدة من هم بعيدين أو يحول بين إتيانهم عائق أو مشكل، حتى إن شاء الله تعالى نعمل جاهدين على أن نقدم الأفضل والأحسن، وأن نكون نمد يد العون لجميع الإخوة والأخوات في المشارق والمغارب. ولعل الإخوة يسألون لماذا تركز وتخصص النساء دون الرجال، ولعل الإجابة تكون في كلمة واحدة، لأنني قد ذقت ذرعا من الرجال، أقولها لله جل وعلا ولا أخشى في الله لومة لائم. فكثير من الإخوة عندما يأتين إلا من رحم ربي يكون بداية يأتي بحسن نية وبحسن معاملة، فيصير كلام آخر يصلني وربما أراه وأسمع عبر الكاميرات خلاص، ولعلي قد وقفت على قص كثيرة جدا جدا. فإذا أردت أن أساعد أي رجل أو شاب فبمحض إرادتي وليس رغما عني، فإني أنا آتي بهذا العمل من باب حسن يعني كأني مقبل لا مدبر، فلا أحد يكرهني، يجب أن يعلم الجميع هذا. تكلمنا بلغة اللين كثيرا، لكن يجب أن نكون حازمون إن شاء الله تعالى. من أراد الرقية الشرعية فعلي أن يعلم أن ثمن الرقية الجماعية 100 درهم، أقولها ثمن الرقية الجماعية 100 درهم، في حين أن أناس ربما يصنعون رقية جماعية بأكثر أضعاف مضاعفة، ولا جهد ولا شيء، يقرأ عليك وربما عقله في جهة أخرى، والأخوات ربما يشهدن بما يرين ويعني يعيشن معنا في هذه الرقية الجماعية. معظم النساء يصرخن وكل واحد يتكلم بسحره، والآخر بالعين، والأخرى بالحسد، والأخرى بالعشق، والأخرى بالظلم، والآخر يدل على الأسحار، وحوارات وهداية وموعظة ودعاء، أشياء كثيرة. وكم أتعرف من نزلات البرد ومن أمراض حينما أخرج وأجيب كل واحد على حذاء، وكل واحد ينتظر أن أجيبه عن حالة زوجته وابنته وأخته وكذا وكذا، حتى لا يقول أن نستحي ونختفي ونتوارى كما يظن البعض. الرقية 100 درهم، فأنت تذهب إلى الطبيب النفسي ربما تعطي أكثر من هذا، وتأتي إلينا فلجنة عندك أصحار وأعين حسن تشفى بإذن الله تعالى والتخلص من الأمراض، وقل الشاكرون، فكونوا منصفين يا عباد الله. الرقية 100 درهم، ما يقول لي ما عنديش، أنا أقول هل لله تعالى، اللي ما عنديش يجي عندي أنا، يتكلم معي أنا، وأنا من أعين من هو حالته تحتاج إلى مساعدة خاصة وحالته خاصة، أنا من أعين. الأخوات هنا بالخارج لا تكلمنا معهم في هذه المسائل، ادفع ادخل خلاص انتهينا. المهم هذا هو النظام السائد في هذه المسألة، هذه المرحلة تمشي على هذه الطريقة. طيب إذا كنت مسافر بفضل الله تعالى فالرقية توقف خلاص، الرقية هنا 100 درهم. الحجامة والعلاجات يبقى طوال الأسبوع رغم غيابي، حتى الأخوات عندما يكون يعني يواظبن على العلاج لا توقف الرقية في البيت،
أركز كذلك حتى إن شاء الله تستبشرين خيرا، اجتهدي في البيت، اجتهدنا في الطاعة الله تعالى، في الصلاة والصيام والقيام والدعوة وحضور المساجد والمحاضرات والدروس حتى تستفيدنا إن شاء الله جل وعلا. ربما يقول تقول أخوات، وفي الرقية الجماعية يتكلم الجن ويريد الأصحاب ويريد الخروج، لا بد لي من فرضية. أقول هناك حالات استثنائية، ولا أخت تركز، لا أخت تقول لي أنا أريد فرضية، أنا ما سأعين لها كما فعلت البارحة. البارحة عندما خرجنا الأخوات قلت لأخت ابقي، لماذا؟ رأيت حال تحتاج وسجلت الحالة بفضل تعالى، وقد تكلم ملك الجن ودلع الأصحاب وخرج طاعة الله تعالى، مفهوم؟ أنا من سأقول الأخت ابقي. ولا يقول قائل هو يختار، نعم أنا أختار لأني أرى الحالة تحتاج. ألا ترى الطبيب يأتي إليه جماعات من الرجال ومن النساء فيختار في عمل جراحية واحد أو اثنان، ها؟ وربما يقول يقدم الواحد الآخر، أنت تحتاج عملية جراحية حالة مستعجلة، صح أم لا؟ ربما يأتي إلى المستشفى ويقول لا لازم أن تبكث في المستشفى من أجل العملية، حالتك جد خطيرة، هكذا. ومن الناس من سوف يستطيع أن يصبر شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، لأن عندما تركنا الباب لكم أنتم تختارون ويعني تقدمون بعضا على بعض، كل واحد يقدم نفسه ولا يفكر في الآخر. وعندما أريد أقول له لا هذا يحتاج يقول لي لا أنا قبله، لا أنا لا أسمح بأن يمر أمامي. ولهذا حتى أغلق هذا الباب أنا من سوف أحدد، والله لو تكون عندك موعد وأرى الحالة تحتاج قبلك سوف أقدمها شئت أم أبيت. وهذا هو الإسلام، يعني صرنا الآن يجب أن نربي وأن نؤدب بالقوة، لأن سنة عندما نتكلم بالليل كانوا يحسبوا أنها ضعف، أو أننا نقدم، أو أننا ربما يعني كأننا نفضل إنسان على إنسان، لا لا نفضل أحدا، وإنما نرى الحالة، نرى بعين الرحمة والشفقة. فاتقوا الله في أنفسكم وإياكم وسوء الظن. المهم هذه الكلمات الآن متناثرة ومبعثرة قلتها، لكن القصد منها واحد وهو أن نسير وفق طريق صحيح لا غبش فيه. أنا أتكلم بوضوح، الرقية الجماعية يوميا بعد الظهر قلت لكم رقم الهاتف للاتصال، قلت لكم الأخلاق والسلوك الذي يجب أن يسلك في هذا المركز، وقلت لكم كذلك ثمن الرقية الجماعية. فلا أحد يبقى يعني يحاول أن يعني يزرع فتن وقلاقل. أقول أنا أتكلم بوضوح، وهذا ديدني، وجميع أشرتي أتكلم فيها بوضوح. يقول المغاربة اللي يشطح ميخد بلحيته، مفهوم؟ هذا الحمد لله دين الله واحد فلا عوجاج فيه، خلاص لا روغان فيك روغان التعالب. أنا أتكلم بناء لأني أعرف نفسي وأعرف قدري، والله صادق معكم في العلاج، وربي يشهد، رب من أخواتي يشهدنا أني أتفاعل مع الحالة وأبكي معها وأدمع معها لله جل وعلا، وأنسى مسألة المال. وربما قد رأينا الأخوات كثير من الرقية الجماعية مرة في سنوات، ربما معظم الذين كنا في الرقية الجماعية سواء من رجال أو من نساء كانوا يدخلنا مجانا. ولماذا أوقفت الرجال؟ لأني طعنت منهم، والله 99% من الرجال يدخلنا إلى الجماعية والفردية والحجامة والأدوية مجانا، وحينما يتكلمون يسيئون لأنهم يحسدون، لا أعمم، لكن معظمهم يصير يحسب لك كم يدخل من واحد وكذا وكذا. حتى أوقف هذه المهزلة وهذا المرض أنا أوقفت الرجال، أختار رجل أو رجلين أنا أتعامل معهم ولا يرغموني خلاص. والنساء كذلك، ومن أساءت الأدب تخرج، ومن خالفت الشرع في الدخول وفي الكلام وفي الحركات سوف تطرد. والله لو يبقى معي هنا 10 أو 5 أو 4 أفضل لي. خلاص أظن هذه الكلمة تصل في المشارق والمغرب إن شاء الله تعالى. واعتبروني قلت لكم أخا لكم وأحبكم في الله جل وعلا وأرجو لكم الخير والنجاة، والله يشهد لا أقصر في حق أحد، لكن ساعدونا بارك الله فيكم حتى نبقى على هذا الضرب، وإلا سوف يغلق خلاص. والله أنا أقول لكم لو كنت أحب يعني أن أكون مرتاحا ولا أتعب ربما أختار واحد، وأنتم تعرفون هذا، واحد أعمل معه أو أبقى في سفر من بلد إلى بلد ومن مدينة إلى مدينة، ها؟ سياحة وعمل في نفس الوقت، لكن لا أريد أن أساعد أبناء بلدي وأكون معهم على الجادة وعلى الخير. فساعدونا فقط بارك الله فيكم بالانضباط وبالتعاون سواء على الفيسبوك أو على اليوتيوب. فأنا أستحي عندما أرى أخوات يأتين مجانا أو سأتعامل معهم وأبكي معهم وعند لا أراهم يحركون حتى قلم بكلمة، مفهوم؟ ها؟ مع أنهم أولى بالدفاع لأنهم يعرفون المكر والخديعة التي تأتي من المشارق والمغارب. على أي، لا أريد أن أستطرد أكثر، هذه رسالة
رقم المركز 05-22-01-06-24. هذا الرقم إن شاء الله على مدار، لكن أقول الاتصالات الجواب عليه يكون من الساعة 8 إلى الساعة 6 فقط. هذه أوقات الإجابة على الهاتف، أرقام الهاتف كلها من الساعة 8 صباحا إلى الساعة 6 مساء. كفانا يعني حتى في الليل يرن علينا 4-5 أرقام هاتف، يعني صعب جدا. المهم أوقات التي يفتح فيها المركز هي الأوقات التي تجاب فيها على الأسئلة على الاتصالات، مفهوم؟ وقلت أن إن شاء الله سكايب سوف يستفيد من الرقية كأنه يحضر معنا مجانا اثنان من الأخوات عبر جهازي الحاسوب الأول والثاني، ومن الأرادة إن شاء الله تعالى أن تأتي كذلك بحاسوبها أو بهاتفها ونمدها إن شاء الله برقم الويفي حتى تربط الاتصال مع الشبكة العكبوتية، تستفيد أختها أو صديقتها، لا إشكال عندي من باب المساعدة، لكن بشرط أن أكون أعرف الأخت التي سوف تستفيد من الرقية والأخت التي سوف تربط الاتصال حتى لا يكون هناك باب للطعن واللمز أو باب للتجسس، فقد رأيت هذا كثيرا. ها؟ فالمؤمن لا يلدغ من الجحر مرتين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد رب العالمين، أشهد الله يحبكم فيه، والسلام عليكم ورحمة الله.